إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله كتسامبهم كتاب السنة كتاب السنة والرد على الجهمية كتاب كرنال الإمام عبد الله أنا إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كتاب كتا ما أثر ده أثر حدثني إبراهيم ابن سعيد الطبري صاحب المسند حدثنا أبو توبة نافع الحلبي كتابة كنال عن سلمة ابن كلثوم عن الأوزاعي الإمام عبد الرحمن الأوزاعي الإمام الكبير إمام أهل الشام أنه لما مات أبو حنيفة أبو أبو حنيفة ماتي قال الحمد لله الذي أماته كتا الأوزاعي الحمد لله يم ماتي كان أبو حنيفة فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة كرانا أبو حنيفة كان ينقض ينقض يعني مرنته كان فإنه كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة أبو حنيفة مرُون تُهْكَنْ إسلام ساتو دمي ساتو اثر تيقلي ما اثر اني اخواني هو اثر صحيح اخرجه ابو طاهر السلفي في الطيور في الطيورات من طريق ابراهيم بن سعيد الجوهري الطبري واخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ من طريق الحسن ابن علي الحلواني كلاهما عن ابي توبه ابي توبه الربيع ابن نافع الحلبي عن سلمه ابن كلثوم الشامي انا مريد الاوزاعي وكان من العابدين سلمه ابن كلثوم الشامي أنا أريد الإمام الأوزاعي أن ترى علماء الشام ولم يكن في أصحاب الأح... في أصحاب الأوزاعي أحيا منه. آه ني. يعني تدي عن سلمة ابن كلثوم. سلمة ابن كلثوم الشامي كان رجلا حياً عابدا سؤغا حي مالو سيكاب دان سؤغا علماء. قال الأوزاعي لما مات أبو حنيفة الحمد لله إن كان لينقض الإسلام عروة عروة. بلا مات أبو حنيفة الاوزاعي الحمد لله الاوزاعي الشكر بعد الله. كان ابو حنيفه منهنشر كان الاسلام ساتو, ساتو حدثني ابراهيم يعني ابن سعيد الطبري الجوهري حدثنا ابو توبه ابو توبه يأتو الربيع بن نافع الحلبي عن ابي اسحاق الفزاري قال كان ابو حنيفه مرجئا يرى السيف. Karena Abu Hanifa murjian Kita dah sebut al-murjia ah. Al-murjia ah mereka yang kata e Iman hanya berkata Al-iman huwa qawlun Wala Orang murjia ah, mereka kata Iman itu hanya bercakap dalam mulut dah cukup dan amal bagi mereka tak perlu. Maksudnya awak dah Kolonial dah mengucap kalimah syahadah, dah cukup tak perlu salat, tak perlu berzakat itu adalah murjiah dan Abu Hanifah kata kana murjiah na'am wa yara saif seperti mana kita sebut yara saif melihat pedang yakni melihat gerakan pemberontakan seperti uh, fahaman yang kita tengok demonstrasi fahaman yang uh, memberontak fahaman yang nak melawan pemimpin adalah kita panggil yara saif kana yara saif dan dia lah menggalakkan uh, orang ramai di zaman khilafah al-abbasiyah untuk mengikuti al mubayyidah al mubayyidah adalah pengikut-pengikut uh, Muhammad ibn Abdullah ibn al Hasan ibn Ali ibn Abi Talib wa akhuhu Ibrahim uh, mereka ini bangkit melentang uh, tentera al abbasiyah tapi mereka kalah dan antara yang terbunuh dengan mereka adalah adik kepada Abu Ishaq al Fazari sebab tu Abu Hanifah kita dah baca sebelum ni Abu Hanifah uh, Abu Hanifah macam mengaibkan أبو إسحاق الفزاري رحمه الله أبا بلال كاتا كان أخوك. أبو حنيفة كاتا كألي أخوك كان خيرا منك أبو حنيفة بوجي أدي أبو إسحاق الفزاري كرنا دي من يرتائي بمرن تأكان المبيضة إذا جلس إخواني سببوا لي باقيته أبا مأثونيون يرى السيف ما معنى يرى السيف؟ Ingat eh, mak maksud yara saif yara saif ala al-umma, yani menyokong sebarang tindakan ataupun gerakan menjatuhkan pemerintah. Saya share dulu sambung kitab as-sunnah dan بنتي جهمية بنتي الجهمية. لا ما شاء الله نور حزيزة عدل. اكيد نور حزيزة آه. لها ديريم. الحمد لله بارك الله فيكم. Ya Allah Saif, naam. Akhir Fazli, naam. Ya Allah Saif, apa nak kata? Sokong pemberontakan jatuhkan pemerintah, naam. As-Saif huwa pedang. Ya Allah Saif, yakni melihat uh, pandangan ataupun pandangan dia menuju ke arah pemberontakan untuk menjatuhkan pemimpin yang sedia ada. Kita panggil Ya Allah Saif. Wa ulama us-salaf, ulama sunnah, sangat kalau mereka tengok seorang mana-mana uh, tokoh agama yang ada kecenderungan ke arah memberontakkan mereka akan panggil dia kana yaras saif wa wa min ahli bid'ah, mereka anggap dia seorang ahli bid'ah hatta walaupun dia alim besar seperti kita ada seorang nama dia al-Hasan ibn Salih ibn Hayy al-Hasan ibn Salih kan dari kibar ulama hadis apa isu dia Sufyan ats thawri bantai dia sebab satu kana yaras saif walaupun dia alim zahid faqih al-Hasan ابن صالح ابن حي تمام تمام بوليه كاجي بسال عليه بدعة هديه كان يرى السيف ما كقوله ما سنة بولا كان ديه ب... حتى سفيان الثوري لم يصلي عليه سفيان الثوري ابتداء من ديري كان صلاة جنازة أتس الحسن ابن صالح ابن حي ولو أنه كان دي عالم عالم من علماء الحديث وكان ثبتا ولا بمجيتو الحسن ابن صالح ما سهل تجيد رواية ديه يعني بدعة السيف بدعه مليها قدام بدعه مكفره لبان البدعه مفسقه نعم حدثني اوكي اثر ستروس حدثني ابراهيم ابن سعيد اثر تيغلي حدثني ابراهيم ابن سعيد الطبري الجوهري حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع الحلبي عن ابي اسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي تنقوا قال الأوزاعي إِنَّا لا ننقم على أبي حنيفة الرأي إنا تبي لا ننقم على أبي حنيفة الرأي كت الإمام الأوزاعي رحمه الله كم بكن دنكي دين أبو حنيفة أنه يرى على رواية الرواية أن أبو حنيفة كان يرى يعني كلنا نرى رامي bila tak jumpa hukum dalam Quran dan dalam sunnah, kadang-kadang mereka bagi pendapat. Tapi kelebihan ulama salaf bila datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertentangan dengan pendapat mereka, mereka akan buang pendapat mereka dan ambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuluna nara kata Al-Auza'i setiap seorang di kalangan kami kadang-kadang ada pendapat sendiri. Inna ma nanqumu alayhi inna ma nanqimu alayhi annahu yuzkaru lahul hadith al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami sakit hati dengan Abu Hanifah kerana hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut depan dia fayufti bi khilafih dia akan bawa pendapat yang bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini akhrajahu Abu Ja'far al uqayli dalam kitab al dhafa semalam saya dah tunjuk kitab al dhafa wa hadha atharun sahih هذا أثر صحيح مم. وذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث جبا أثر إني دي ابن قتيبة رحمه الله دلم كتاب تأويل مختلف الحديث دلم كتاب إني سانع سانع كران ابن قتيبة الدمنهوري رحمه الله أن ترى علماء حديث ين مننتن معتزلة دمننتن جهمية دن جبا لي أن ترى علماء ين من بُنكر كان أبو حنيفة والحافظ الذهبي في تاريخ الاسلام الذهبي جوجا كتاب تاريخ الاسلام ده سبول طيب اثر لمن حدثني ابو عقيل يحيى بن حبيب ابن اسماعيل ابن عبد الله ابن حبيب ابن ابي ثابت حدثنا غالب ابن فائد حدثنا شريك عن يعني شريك ابن عبد الله القاضي قال رايت ابا حنيفه يطاف به على حلق المسجد يستتاب او قد استتيب نعم يعني روايه يعني ده باتشا. Seperti mana kata Sufyan al-Thawri, Ustutiba Abu Hanifa tamaratain, dua kali Abu Hanifa dipanggil untuk diminta bertawabat dan dia patah balik. Dan kita ada athar juga, kana, Abu Hanifah, kana Abu Hanifah menggunakan taqiyya. Abu Hanifa, kana menggunakan taqiyya. Abu Hanifa menggunakan tuqiyya, maksudnya bila diminta untuk bertawabat dan tinggalkan pendapat dia, iaitu pendapat al jahmiyah Antara pendapat al jahmiyah ikhwani, pendapat mereka yang sangat bahaya, mereka kata al-Quran makhluk. Mereka mendakwa Al-Quran makhluk. Dan ini antara kata yang kufur yang seperti mana Imam Ahmad rahimahullah hentam Al-Jahmiyah. Ikhwani kena ingat, Al-Jahmiyah ada tiga. Yang paling jahat sekali, Al-Waqifah al lafziyah Al-Jahmiyah yang jelas, yang mereka tak pakai tuqiyah, mereka kata Al-Quran bukan kalamullah, mereka menafikan Allah bercakap, mereka menafikan Allah berkata-kata, ولا الله سبحانه وتعالى ده وكلم الله موسى تكليما. دل الله سبحانه وتعالى سبّ سوره التوبه: وان احد من المشركين استجارك كَلَامَ حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله، القرآن ولا بك تسبوا اخواني، القرآن كلام الله، بك المخلوق، باتش عن كلام الله، ولا بن المسموع والمقروء والمكتوب والمحفوظ. Kullu kalamullah Allah. Ahlu sunnah yang sebenar, mereka kata Al-Quran, semua kalam Allah. Sama ada yang dibaca, sama ada yang didengar, sama ada yang ditulis, sama ada dalam Quran, sama yang tertulis. Semua ni kalam Allah, bukan makhluk. Tapi Al-Jahmiyah, mereka kata itu makhluk. Jahmiyah terus nafikan Allah bercakap. Subhanallah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa in ahadun minal musyrikin astajarak fa'ajir." حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى سبب في سورة البقرة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله منهم من كلم الله أدري كلام البرنبي ين بركب الله سبحانه وتعالى Tapi Jahmiyah dan kuncu-kuncu mereka mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak bercakap. Dan ikhwani jangan terkejut. Kalau kita tengok akidah puak-puak yang malu saya panggil, puak-puak pondan. Kita tunjuk subhanallah. Ibn Battah, Al tengok kata Ibnu Battah pasal al-Jahmiyah. Yang pertoping tengok إذا تأتوا أولماء مانني. أولماء مانني. ابن فورك. مم. ابن فورك من علماء الأشاعرة المتأخرين. أنت ترى توكو أشاعرة يندتن كموديان. دا كتاب دي مشكل الحديث. وهو يتكلم عن حديث ابن مسعود إذا, إذا تكلم الله بالوحي. نعم هذا حديث صحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوت بالله الله سبحانه وتعالى برتكاب Sami'al malaikah malaikat akan dengar suara Allah. Tapi dikata, faqal ma'na dhalik raj'un ila al-ibarat wa dalalat Ibn Furak menolak bahawasanya Allah ada suara, dikata suara Allah ni macam ibarah, macam tanda-tanda. Allati hiya tariqu ila al-kalam. Allah tak bercakap, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan ibarah, keluarkan sesuatu dalalah, tanda-tanda yang menunjukkan ada kalam. وبها يفهم مراده من مقصودية الله تعالى سواره الله تعالى سواره تبي كلور عبارة دندلاله إلا أنه تعالى قوله إذا تكلم الله بالوحي أنه يتجدد له كلام الله أكبر مقصودية kata يتجدد كلام إني دي akan بربهروي ولكنه يعني لا أنه تعالى لا أنه تعالى قوله إذا تكلم الله بالوحي أنه يتجدد له كلام ما برمأسول الله سبحانه وتعالى سلاله الله تعبر شكا ولكن يتجدد إسماع وإفهام بخلق عبارات تقول مخلوق مقصودنا الله تجبت سسواته الله تعبر شكا الله تعبر سلاله دي, قاته. دي, قاته. دي قاته. لا أنه تعالى قوله إذا تكلم الله بالوحي أنه يتجدد له كلام Bukan bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala selalu bercakap tak, tapi yang yang diperbaharui isma' sesuatu yang didengar dan difahami dengan Allah cipta sesuatu bi khalqa ibaratat wa nasb dalalat maksudnya Allah tak boleh bercakap cuma Allah bagi dalalah Allah bagi tanda yang difahami oleh malaikat tapi suara tak ada ثم يقال على طريق السعة والمجاز لهذه العبارة. آه ما السوء مريك, مريك كلام الله إتو مجاز. ثم يقال على طريق السعة والمجاز. كموديا ديكاتر دي على طريق التس السعة والمجاز لهذه العبارات كلام دي بوكان دي عبارة Maksud asyairah ni, Allah tidak ada suara. Tapi, kalam Allah ni, majaz. Majaz. Yani, majaz apa orang Melayu kata? <coughs> Ikhwani, boleh tolong? Majaz, yani, kias lah, kias. Allah tak bercakap, tapi kias. Bila Allah nak bercakap, Allah cipta sesuatu. Sebab tu mereka sebenarnya, asyairah ni dengan jahmiyah sama sahaja. Tak berbeza. Cuma asyairah ni, dihiasi kata-kata dia dengan pusing-pusing sampai awak pening. Tengok kata dia. Dikata Allah la naqu la annahu ta'ala qawluhu idha takallama Allah bil wahyi annahu yatajaddadu lahu kalam. Kita tak kata Allah Subhanahu wa ta'ala bila bercakap dengan wahyu itu maksudnya Allah bercakap selalu walakin yatajaddadu isma'. Allah bagi orang sesuatu macam mereka dengar bi khalqi ibarat. Allah tak bercakap tapi Allah cipta kata-kata. Allah tak bercakap. Sebab tu mereka kata Quran itu makhluk. Nampak tak sama dengan Jahmiyah? Allahu Akbar. Kemudian dikatakan ala tariqah siahati wal majaz, iku qiyas, kita kata Allah bercakap cara qiyas, tapi cara terang Allah tidak bercakap. Subhanallah. Sama juga al bayjuri dalam kitab Syarah Jawharat At-Tawhid. Wa madhhab ahli sunnah, yani Asy'ariyah. As mereka kata diri mereka sunnah. Tengok. أن القرآن بمعنى الكلام النفسي باقي مريك القرآن إتو كلام نفسي ما الله تأبر تكاب تبي الله سبحانه وتعالى فكر لبس تبي الله فكر الله تبت عبارة تبقى. الله تبت عبارة بارون جدي بارون جدي كلام تبي الله تأبر شكا. باقي الشاعرة الله تدي أبر أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق وأما القرآن Bermakna lafaz yang kita baca makhluk, فهو مخلوق, فهو مخلوق. Quran yang kita baca itu makhluk. Sama dengan Jahmiyah. Tak ada beza. Sebenarnya asyairah dengan Jahmiyah, ikhwani, sama sahaja tak ada beza. Tapi kita tengok sekarang Imam Ahmad kata apa pasal al-Jahmiyah yang kita panggil al-lafziyah. <coughs> Saje saya ulang balik. تيجوا إمام أحمد رحمه الله إخواني بولي سكرين شوت إمام أحمد رحمه الله سألت أبي رحمه الله تعالى قلت ما تقول في رجل قال تلاوة مخلوقة أكو تاني أيها أكو مغناء سؤال للاكي عن القرآن مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة لفظ لفظ كامي أدل مخلوق والقرآن كلام الله لكاتو القرآن كلام الله تبي لفظ كامي مخلوق آه. وما ترى آه. وما ترى مجانبته وهل يسمى مبتدعا أو كات لفظ كامي إتو مخلوق أبو بندب أنك واهي إمام أحمد فقال هذا يجانب إيت لبلوكا وهو قول المبتدع إني بندب أهل بدعة وهذا كلام الجهمية إني أدلع كات جهمية ليس القرآن بمخلوق الله أكبر القرآن بك مخلوق قالت عائشة رضي الله عنها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات فالقرآن ليس بمخلوق نعم إخواني ما نقول لك أن القرآن أنت مخلوق إني بدعة الجهمية بل القرآن كلام الله تبي لفظ كم مخلوق إني إخواني كتابان اللفظية قلوا إني دي اللفظية Kerana mereka kata Quran kalamullah tapi bacaan kami makhluk ini sebenarnya Jahmiyah. Hmm, tengok. Apa kata Imam Ahmad pasal al-Jahmi al-lafziyah? Wa sami'tu abi rahimahullah wa su'ila 'an al-lafziyah fa hum Jahmiyah. Al-lafziyah yang mereka kata lafaz dan bacaan kami makhluk. Imam Ahmad tetap panggil mereka Jahmiyah wa huwa qawlu Jahm Thumma qal la tujalisuhum. Jangan duduk dengan mereka. Allahu Akbar. Ha, nah, ini fahaman lafziya al-jahmiya. Baik. Kita sambung lagi insyaAllah sedikit. Sikit lagi. <coughs> Asar 355 insyaAllah. Asar 355. حدثني أحمد بن عبد الله بن حنبل -ما شاء الله ابن عمي حدثنا محمد بن حميد، حدثنا أبو تميلة: سمعت أبا عصمة وسئل كيف كلم الله عز وجل موسى تكليما طيب. حدثني أحمد بن عبد الله بن حنبل ابن عمي حدثنا محمد بن حميد حدثنا أبو تميلة سمعت أبا عصمة أبا عصمة أكو أبو عصمة وسئل دي كيف كلم الله موسى كيف كلم الله عز وجل موسى تكليما أكو تاني أبا عصمة أبا الله سبحانه وتعالى برشكا بدنا النبي موسى برشكا بالتول قال مشافهة قال مشافه هذا أثر صحيح تبي سنة دي تابتول هذا أثر صحيح يعني الله سبحانه وتعالى برشاك مشافهة مشافهة ما أصنع الله برشاك دينان سوار دينان حرف وصوت إخواني أهل السنة طيب إخواني كنا أبو أثر إني صحيح طيب كنت أنا أبو عصمه سنة سينا أشيطة سكيء أبو عصمه أبو عصمه هني تهو دي ادله نوح ابن ابي مريم طيب لا شيء بس نوح ابن ابي مريم اثر اني اخواني صحيح لانه ابن حاتم اخرجه في التفسير اخرجه ابن ابي حاتم واخرجه ابن بطه في كتاب الابانه م? واخرجه ابن جرير الطبري في التفسير Tahu tak At-Tabari pun ada kitab sunnah? Masya Allah. Naam. Barakallahu fikum. Mana awak Ummu Ummu Ammarah? Kenapa lama tak masuk? Kenapa lambat masuk? Memang kitab ini kitab sunnah penting. Kitab Imam Ahmad wa Imam Abdullah. Dua ulama besar, ulama sunnah. Abu Usma, dia dhaif, nama dia Nuhul Jami'. Tapi ini pendapat dia. نوح الجامعني يعني بلاني دي حنفي كان حنفيا نوح يعني ابو عصمه كان حنفيا دياني memang حنفي تطو دي يعني ريكا حديث دي memang bukan حديث والله والله اعلم اثر ini betul daripada dia tapi masalah dia dhaif tapi اثر ini datang daripada ulama lain hmm. kita tengok sekarang ni kata al imam al allama abu nasr al sijzi ikhwan, di ada kitab yang penting. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan ikhwan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita masa dan uh, bagi kita nyawa untuk kita uh, tengok kitab-kitab ulama sunnah. Banyak ikhwan, tengok kitab ulama sunnah yang dikarang oleh ulama sunnah, tengok banyak rupanya. Hmm. Tengok. Banyak masya-Allah. Hmm. Antara kitab sunnah كتاب الايمان والسنه والرد على الجهميه، من كتاب الامام احمد. الرد على الاهواء لابي بكر الحميدي اخي فذلي هاني عبد الله بن الزبير المكي، الله كتاب هبه السنه. الايمان لابي عبيد القاسم بن سلام. الرد على الاهواء لاصبغ بن الفرج الاموي. السنه لابن ابي شيبه يا سلام. الرد على الجهميه. lil شيخ البخاري عبد الله بن محمد Muhammad Al Jufi guru Imam Bukhari dia buat kitab nama dia As-Sunnah wa Raddu 'ala Jahmiyah uh, kitab As-Sijri tapi As-Sijri ni wallahu alam datang kemudian tapi sangat penting ni ni saya dah beli dah Al Asram dengan kitab Okey kita tengok lagi. Banyak kitab sunnah, banyak. Ulama sunnah di abad 2, abad ketiga bangkit menentang Jahmiyah. Bukan seorang dua, berpuluh-puluh ulama sunnah. Jom saya tunjuk di abad keempat ramai ulama sunnah seperti Ibn Battah wa Sijji hmm. uh, Kita, kita tengok Al-Imam Al-Sizi Wallahu'alam kat sini Hadha alimun kabir. InsyaAllah kitab dia kita kena belajar. belajar. Kitab dia namanya uh, Abu Nasr As-Sijzi. Dia ada kitab As-Sunnah. Nah. Hmm, kita akan baca kejap lagi. Tengok antara, antara kitab Sunnah. Yang ni di abad, abad uh, ketiga hijrah. Tengok. كتاب الأهواء والاختلاف لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن الزرباق من قال تهون سنة نبلوم إجراء السنة لإسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي إمام مزني بون هذا كتاب السنة الله أكبر إمام المزني هذا كتاب السنة والرد على الجهمية ني شافعيني تبي لانسون تدأ دي سبوء دي مليشي شافعي الرد على بشر المريسي لمحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم البصري سامو من الدرمي السنة لحنبل ابن إسحاق ابن حنبل أنا أنا سببو إمام أحمد السنة للإمام أبي داود السجستاني السنة لأحمد ابن محمد ابن الحجاج المروزي السنة للفسوي يعقوب ابن سفيان الفسوي يعني كتاب التاريخ والسير ينبعني من بنكر كان بس أبو حنيفة السنة لحرب ابن إسماعيل الكرماني سلاف الله هذا إن شاء الله نتيجة سامباي، السنة والنهي عن البدعة للقيرواني Banyak ikhwani. Hmm. Ulama Maliki pun ada As-Sunnah li Abdullah ibn Imam Ahmad yang kita baca tadi sekarang. Hmm. Banyak ikhwani. Subhanallah. Banyak subhanallah. Hmm. Ini semua kitab-kitab ulama sunnah yang membidas Jahmiyah. Allahu akbar. Tapi kita tak kenal. لبسوا الاجري الشريعه دي كتاب الشريعه الإبانة لابن بطل عبكري شرح السنة للإمام أبي القاسم هبة الله لا لكائي ما شاء الله ابن أبي حاتم السنة والرد على الجهمية عبد الرحمن ابن أبي حاتم وكتاب السنة لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي ما شاء الله بانيا ما شاء الله بانيا سنة كتاب السنة طيب يدي السجزي قال العلامة أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى وأحد ما استدل به العلماء على نفي الخلق عن كلام الله سبحانه قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما أنت رأيت أنت ترى آية يم الله سبحانه وتعالى بركاكا ذا الله بك المخلوق آية وكلم الله موسى تكليما فقالوا أتى بالمصدر ليعلم أنه كلام من مكلم إلى مكلم من مكلم إلى مكلم كات الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله آية إني Allah Subhanahu wa taala kata wa kallama Allah Musa taklima. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ulang balik perkataan taklima? Supaya kata al-Imam As-Sijzi li yu'lima li yu'lima annahu kalam min mukallim ila mukallam. Supaya bagi tahu kita Allah bila bercakap daripada mukallim mukallim Allah bercakap kepada mukallam kepada orang yang dengar dan cakap. Wa qala Nuh ibn Abi Maryam تكليمة يعني المشافهة بين اثنين ابن أبي مريم ولا بوند علماء سنة تبقي مسألة دي ضعيف المشافهة بين اثنين وإن لم يكن هناك مشافهة فالله تعالى قال لموسى فاستمع لما يوحى كان الله قد موسى موسى وهي موسى والاستماع بين الخلق لا يقع إلا إلى صوت نعم مستي أدى سوار وهو غير الافهام jangan kita kata macam asy'ariyah asy'ari kata Allah tu tak boleh bercakap Allah hanya cipta perkataan bagi orang faham dalam otak sebab mereka kata al-Quran kalamullah nafsi Allah tak ada suara Allah bayangkan ikhwani asy'ariyah menjadikan dan jahmiyah mereka menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala seperti bisu tak bercakap kalamun nafsi dan istima' bainal khalqi la yaqa'u illa ila sawt Sepatutnya istimam dengar, mesti ada suara. wahyu. Yang lainnya, 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 yang kata, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya, yang نعم كنت تريد تسبو سبا الباقلاني كان الباقلاني ابن فورك من تمام ابن فورك ابن فورك دي له ينبوء فهما أشاعر أسكرا ابن فورك كتبوا دلالات أتبون سبرتي من كتب البيجوري كان كتبه وقت البيجوري البيجوري كاتب وتدي القران بمعنى الكلام النفسي الكلام النفسي مقصود الله بتشكك دلم دلم فكرا الله تعالى سوار نفسي ماسونيا يا بتشكك سوغان الله اكبر لا شان دان القران بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق واما القران بمعنى اللفظ الذي نقراه فهو مخلوق لكن في القران يعني كيتا لافاز مخلوق باقي امريكا الله اكبر طيب اني الامام البيجوري البيجوري سمعتوا كت آه كت آه نوح والاستماع بين الخلق لا يقع الا الى صوت دينار مستيكنا هذا وهو غير الافهام تاسامه seperti memahami memahami datang kemudian kerana al-fahm yata'akhkharu 'ani al kita minta maaf nak tanya kita bila dengar kita faham dulu ke dengar dulu hmm. kita faham dulu ke dengar dulu hmm. adakah kita boleh faham sebelum dengar boleh ke jadi macam tu hmm Itulah itulah akidah Jahmiyah yang mereka nak sembunyikan sebab tu mereka tak akan ajar kitab ni. Mereka tak akan ajar kitab sunnah membongkarkan hakikat Jahmiyah yang sebenar yang ada di kalangan kita. Tengok betapa ulama dulu bersusah payah buat kitab untuk mengganyang Jahmiyah. Dengan dulu baru kita faham. Ni yang kata tak Allah Subhanahu Wa Taala mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala uh, mencipta fahaman dalam uh, pemikiran malaikat baru orang faham Al-Quran. Sebab tu mereka Al-Quran bukan kalam Allah. Mereka tak boleh. Faham tak eh? Ha. Nah, sepatutnya dengar dulu. Bagaimana kita nak faham kalam Allah kalau tak dengar? Sebab tu kata Nuh Ibn Abi Maryam wa istima la yahsulu illa bi sawt. Nak dengar mesti ada suara. طيب هم يقولوا الله ليس عنده سواره. ثم الله سبحانه وتعالى يخلق عبارات تفهم يفهم منها كلام الله. إني يفهم الاشاعره منها. فهم الاشاعره هم قالوا الله سبحانه وتعالى جبت عباره، عباره يعني بركاته، الله جبت عباره، ده جبت دلاله يفهم منها كلام الله مجازا. انت تقني ده اني هذا فهم الكلابية عبد الله بن سعيد الكلاب ابن كلاب إني فهمان دير أبو الحسن أشعر بلا جريان دير كان دكتور أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ها طيب أي البيجوري طيب ابن فرق تقول لا أنه تعالى قوله إذا تكلم الله بالوحي أنه يتجدد له كلام بوكا الله بيرشك الله بيرشك اسلاله ولكن يتجدد اسماع وافهام افهام بخلق عبارات الله جبت عباره جبت بركاته ان يندي فهمي بما يفهم الكلام تغير. يفهم سمعتوا يا اخواني كلمه ابن فورك كلمه الباجري ملك الله تغير. الله جبت بركاته ان الله جبت عباره اخي فضلي ابونا كاته عباره عباره ما معنى عبارة؟ أحسنت ترباي أخي فضلي سبق مريكة تأكن تدبر القرآن سبق باقي ملك القرآن إني مخلوق الله أكبر سبحان الله سبحان الله أشياء. بارك الله فيك أخي سبحان الله يتجدد إسماع وإفهام بخلق عبارات ونصب دلالات بها يفهم الكلام فهما أشاعرة الله سبحانه وتعالى تعبد شك أسلوبه تبي الله باقي أغن افهام الله تبت كلمة كلمة دن عبارة دن دلالة يندي فهمي باقي ما أنا أغني أفهم كلو كأنش ورا إبرة نعم عبارة إب، نعم عبارة شونتو عبارة بركات اتو لا فهم أمريكا سبحان الله إني عند لها رسالة السجزي إلى أهل زبيد، إن شاء الله كيتا كم لجا. في الرد على من أنكر الحرف والصوت، والله يا إخواني بنتنج، رسالة هني بنتنج. رسالة إني بنتين ني ني كيتا إن شاء الله يا الله سيدي كنا بلي. رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. رسالة الإمام السجزي رحمه الله يا أنت كبادمريكا يا إنكر صور الله. يا الله بيسير طيب. حدثني محمد بن أبي عمر الدوري المقرئ قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام هذا من كبار علماء السنة إخواني أنت علماء السنة دي هذا الكتاب دي مختلف القرآن دي هذا الكتاب دي كتاب, كتاب مختلف الحديث أو مشكل الحديث يقول كنت جالسا ومعنا أسود بن سالم فذكروا مسألة فقلت إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت فالتفت إلي فقال تذكر أبا حنيفة في المسجد فلم يكلمني حتى مات الله أكبر أبو عبيد القاسم بن سلام ما سيدي بلاجة بلاجة الأسود ابن سالم مريكا بس ساتو إشو فقلت أكو كاتا إن أبا حنيفة يقول فيها كيت وكيت أبو حنيفة كاتا جيني, جيني فالتفت إلي ترس دي كأكو فقال تذكر أبا حنيفة مغه في المسجد أو سبو نام أبو حنيفة دي مسجد فلم يكلمني حتى مات dia tak bercakap dengan aku sampai mati kerana aku sebut nama Abu Hanifah dalam masjid. Maksudnya satu keaiban sebut nama Abu Hanifah di masjid. Allahu Akbar. Tapi ikhwan insyaAllah uh, kita akan sambung kitab ini dalam siri seterusnya. InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah lepas asar. Eh? InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi